اللي بسألك عنه، أنت متابع جيد أو متابع مميز للدوري السعودي اليوم؟ صحيح. وكنت لاعب عشرة ما عليه كلام، وكل الأندية كانت تتمنى جهاد الحسين. يعني أنت قلت أنه فاوضك النصر والاتحاد والأهلي، وأنا متأكد أن كل أندية دوري المحترفين في وقت لما جهاد كان يلعب، خاصة في مواسمه الأولى مع التعاون، كانت تتمنى جهاد الحسين، إلى درجة أنه يعني كان النقاش أنه اللاعب متى نثق في اللاعب ولا نثق في جنسيته أو جنسه. يعني احنا لما نجي نجيب لاعب نقول لك لا يا اخي ما نبغى نجيب لاعب اسيوي، او ما نبغى نجيب لاعب عربي، نبغى نجيب لاعب برازيلي او لاعب اوروبي يكون قيمته اعلى، ونجد لعيبه عرب ابدعوا ولعيبه عرب اصبحوا تاريخيين في السعوديه. عندنا السومه، عندنا جهاد، عندنا حمد الله، عندنا حجازي، اسماء عربيه كثيره نجحت رغم انها جنسياتها طبعا العربية، ومع كذا يعني شكلت أسماء أو تاريخ كبير ما نقدر نتجاهله. كلاعب رقم عشرة اليوم، من فيه تشوف في السنة هذه بحكم هالزخم الكبير عندنا لاعب عشرة أجنبي أو سعودي في الـ في الـ في الأندية الأندية الدوري كله 18، تشوف انه هذا او افضل ثلاثه لعيبه عشرة عندنا في السعوديه الان؟ بشكل عام بالموسمين، الموسم الماضي والموسم هذا، افتقد الانديه افتقدت لرقم عشرة بشكل عام. عم نشوف مهاجم ثاني اكثر ما هو رقم عشرة. بنشوف مثلا عندك تاليسكا بالنصر، هو مهاجم ثاني اكثر ما يكون رقم عشرة، لاعب مميز ولكن هو مهاجم ثاني. بنشوف مثلا نيمار مع الهلال، هو ليس كعشرة كصانع لعب ولكن هو مهاجم اخر، مهاجم ثاني. بنشوف رومارينيو مع الاتحاد لاعب مميز ولكن ما بنقدر نقول هو عشرة عشرة، يعني اغلب لاعب تقول هو رقم عشرة هو كورنادو لاعب الاتحاد، هو اقرب لاعب لرقم عشرة أوكي. في ظل الموجود اغلبيه الفرق هلا بشكل عام تطور الكره، اغلبيه الفرق عم تميل للمهاجم الثاني اكثر من صانع اللعب، عم يصير صانع اللعب هو رقم ثمانية، عم يعتمدوا على رقم ثمانية انه هو يكون المحور الثاني، يكون هو صانع لعب اكثر من الاعتماد القديم اللي كان هو طريقه ال 4 2 3 1 صانع لعب أوكي. رقم 10. هلا عم يعتمدوا على صانع اللعب يكون رقم 8 او رقم 6، لانه صارت متطلبات رقم 6، صار لازم يخرج الكره من الخلف، لازم يصنع لعب مثل ما شفنا بانيجا مع الشباب، هو لاعب رقم 6 او رقم 8 ولكن هو صانع لعب ما هو رقم 10. طيب فالاعتماد الاكثر هو عم تكون على المهاجم الثاني بهذا المركز اكثر.